واحنا في الطريق لقسنطينة اهو. بصوا يا جماعة الجو تلج، الجو ساقع بطريقة غير طبيعية، بس المناظر الطبيعية في الجزائر. يا فؤاد، يا فؤاد انت طبعا ما جيتش هنا بقالك كتير. هذه هي الجزائر حبيبي. هذه الجزائر العميقة. هذه هي الجزائر. بص الجمال يا جماعة، بص بص المرعى عامل ازاي، بص في الشوارع واحنا ماشيين في الشارع ومتجهين لقسنطينة، الدنيا عاملة ازاي حوالينا. بجد ايه الجمال ده، انا مش قادر استوعب. وبعدين في انا شايف الغنم، فين الثعلب اللي بيجي مع الغنم؟ ولا تكون انت الثعلب؟ بص ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله يبارك في الـ في الـ في الحاجات الجميله دي. بس المنظر، ايه المنظر ده بجد فؤاد، انت لما تشوف الفيديو ده وتشوف نفسك ماشي كده بجد منظر خرافي ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجة في منتهى الجمال يا جماعة. احنا هنا احنا فين صح؟ احنا خلاص داخلين يعني في نص الطريق بين بين عنابة وقسنطينة. احنا في الطريق لقسنطينة يا جماعة، في نص الطريق تقريبا او تلت الطريق كده. المكان اسمه ايه معرفش، هسأل السواق طبعا او الراجل الجميل اللي معانا يعني بيودينا. وانا بدأت يجيلي شوية برد كده خفاف ومتقل جدا، بس بسم الله ما شاء الله. انا ممكن اقعد هنا ما امشيش. فؤاد تعالى تعالى صورني يا فؤاد لو سمحت. تعالى صورني. ايوه طبعا، لا لازم اوثقها بالصوت والصوره والفيديو. لا لا بجد حاجه ممتعه جدا. نمسك كده، نمسك كده ثانيه معلش، منتهى الهدوء. ايوه. انا مستمتع جدا جدا يا جماعه والله. بص انا ممكن نقعد هنا ما نمشيش. اقول لك حاجه، خلاص بقى هذا اجمل بلد في العالم، ما كان لا سويسرا لا ولا اخويا. بص بص عندنا اربع فصول، احنا الاربع فصول من 10 دقائق الجو بيمطر ومش قادرين نمشي، دلوقتي حبست ونزلنا بسرعه نصور الصوره دي. بص اهم حاجه بقى، انا لابس ده وتحته واحد تاني وتحته بادي تالت غير الفانيلا الداخليه، اروع اقول لك ثلاثه فوق بعض. ما دامك لابس هذا ما راح تبرد باذن الله تعالى. ده جالي هديه من واحد في درجات عنابه، وعايز يا جدعان اقول مش ممكن هنزل لكم الفيديو بتاع عنابه ماتش، مش ممكن الاجواء والجمهور، كنا غرقانين ميه والجمهور عمال يعمل كده ويتنطط. فؤاد كان فؤاد كان غرقان ميه خالص، بس الاجواء هنا تنفس نفس حبيبي. بسم الله ما شاء الله، يعني الجنه عامله ازاي. ان شاء الله. لا بجد يا جماعه واحد يحس براحه نفسيه غير طبيعيه، مش ممكن يعني تبقى ماشي كده وانت تعبان. انا كنت خلاص تعبان وبدات ادوخ، الجو بدا المطر يوقف شويه، حسيت ان احنا ايه ده، ايه يا جماعه الجمال اللي احنا عايشين فيه ده، مش ممكن بجد خالص. الجاموس ده بري مسيوب كده مطلوق، يعني ممكن يهجم علينا ولا حاجه. واحد ما يهجم عليك، واحد ما هو سامع بيك يا رجل. بس ما تقربش اكتر من كده. هاك هاك فيديو، هاك 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 هتقرب، هاك بريت، هاك هطلع في سياره انا. بصوا يا جماعه الاجواء، والله العظيم انا سعيد جدا 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 بصراحه. ايه يا فؤاد، قول حاجه يا فؤاد. حاجة حلوة مش حاجة جميلة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الجبال والزرع والجو. نحن في المجال الرياضي، هذه هي السياحة الرياضية حبيبي. أيوة إن شاء الله الكان تستضيف الجزائر يا رب، ستكتشف إفريقيا مجددا. هيبقى وضع مختلف خالص لو كان الكبير، ستكون إن شاء الله في نفس توقيت معنا تقريبا في شهر واحد. أيوة وإيه كمان بقى، 24 منتخب، وهتلاقي مصر وتونس والدنيا كلها موجودة. هتلاقي كل الفرق اللي مش موجودة جت، الناس تبدأ تكتشف الجزائر يا جماعة بمنظور مختلف تماما. الناس في الأماكن دي، يعني أنت عندك 100 مليون مصري، 100 مليون مصري استحالة يكونوا عارفين اللي احنا شايفينه ده، استحالة. فلا القصص الجميلة دي اللي موجودة في الجزائر لازم إن شاء الله تبقى موجودة والناس كلها تعرفها. السواب هند علينا. يلا يلا
يلا الجو، عايز اقول لكم يا جماعه ايوه عجبتني والله يا اخي، ممكن اقف ما امشيش. الجو هنا مش ممكن، حاجه غير طبيعيه. استنى يا فؤاد كده، تعالى ندوك الاماكن احسن من هذه. طب يلا بينا نوري الناس، يلا بينا يلا بينا. سلام مؤقت يا جماعه، اوعى تروحوا في اي حته.